بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، ودرس اليوم بعنوان عصر الدولة الحديثة أو عصر المجد الحربي. أهداف الدرس: بنهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرا على أن يتعرف المقصود بدولة حديثة وعصر متأخر، يلخص النتائج المترتبة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، يقارن بين معركتي مجدو وقادش من حيث الأسباب والنتائج، يفسر أسباب ضعف الدولة الحديثة، يقدر أهمية المحافظة على موارد بلاده وتنميتها. هنبدأ بعناصر الدرس. أولاً، عصر الدولة الحديثة. ثانياً، أشهر ملوك الدولة الحديثة. ثالثاً، العصر المتأخر. عصر الدولة الحديثة، الأصراف من 18 إلى 20، بيطلق على هذا العصر عصر المجد الحربي. على عصر الدولة الحديثة بيطلق عليه عصر المجد الحربي. لماذا أو بما تفسر يطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي؟ الإجابة: بسبب اهتمام ملوكها باتساع ملكهم، فخاضوا العديد من المعارك وحققوا انتصارات كبيرة على أعدائهم كالهكسوس والحيثيين، وكونوا أول إمبراطورية في التاريخ امتدت في آسيا وإفريقيا. يبقى ليه بيطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي؟ بسبب اهتمام ملوك هذه الدولة باتساع ملكهم، فخاضوا العديد من المعارك وحققوا انتصارات على أعدائهم زي الهكسوس والحيثيين، واستطاعوا أنهم يكونوا أول إمبراطورية في التاريخ امتدت في آسيا وإفريقيا وشملت بلاد الشام زي ما احنا شايفينها على الخريطة هنا، شملت أيضا بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق حاليا، وشملت بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. يبقى الإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة شملت بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين العراق حاليا وبلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. أشهر ملوك الدولة الحديثة، بالنظر للشكل المقابل هنلاقي ان اشهر ملوك الدولة الحديثة واللي اسهموا في بناء هذه الامبراطورية الضخمة وهم احمس الاول، حتشبسوت، تحتمس الثالث، امنحتب الرابع، توت عنخ امون، رمسيس الثاني، ورمسيس الثالث. هنبدأ بالملك احمس او احمس الاول، وده المؤرخين بيعتبروه أو بيعدوه مؤسس الدولة الحديثة. لماذا أو بما تفسر يعتبر الملك أحمس هو المؤسس الحقيقي للدولة الحديثة؟ الإجابة: بسبب ما حققه من انتصارات على الهكسوس، زي ما شفنا في الدرس اللي فات إزاي استطاع أن ينتصر على الهكسوس ويطردهم خارج البلاد ويحرر مصر من الهكسوس، لذلك اعتبروه المؤرخون هو مؤسس الدولة الحديثة. من أشهر ملوك الدولة الحديثة الملكة حتشبسوت، ودي من أشهر نساء مصر وملكاتها. تربعت على عرش مصر مدة تزيد عن 20 سنة، ولم تكن تميل إلى الحروب لأنها امرأة طبعا، وتميز عصرها بواحد السلام والأمن والاستقرار. تميز أيضا بتكوين علاقات تجارية مع الدول والبلاد المجاورة. تميز عصر الملكة حتشبسوت بالتشييد والبناء، دلل على ذلك. هيقول لك تميز عصر الملكة حتشبسوت بالتشييد والبناء، دلل على ذلك. هتقول أقامت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك. أرسلت رحلتيها التجاريتين إلى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا، ولو حطناها في صيغة سؤال بما تفسر أرسلت الملكة حتشبسوت رحلتين تجاريتين إلى بلاد بونت أو الصومال حاليا، الإجابة هتكون لجلب البخور والعاج والأحجار الكريمة وجلب الأسود. يبقى الملكة حتشبسوت هي من أشهر نساء مصر وملكاتها. حكمت مصر مدة تزيد عن 20 سنة، ما كانتش بتميل للحروب،
وتميز عصرها بالسلام والأمن والاستقرار، تكوين علاقات تجارية مع البلاد المجاورة، التشييد والبناء، حيث أقامت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك، وأرسلت رحلتين تجاريتين إلى بلاد بونت أو الصومال حاليا عشان لجلب البخور والعاج والأحجار الكريمة وجلد الأسود. عندنا معلومة إسرائيلية من أهم آثار النوبة، المعبد الفخم اللي شيرته الملكة حتشبسوت داخل جدران قلعة يوهن، وده أنشأته تقربا إلى الإله حورس، وتعد أو تعتبر نقوش وزخارف هذا المعبد من أروع وإبداعات الفن والصناعة في عصر الأسرة الـ18 من حيث التصميم ومن حيث التنفيذ. الملك تحتمس الثالث من أشهر ملوك الدولة الحديثة أيضا، بيعتبر أعظم ملوك مصر الفرعونية، وله الكثير من الأعمال اللي بيعتز بها كل مصري على مر ومدى تاريخ البشرية. ليه؟ لأنه بيعتبر من أقدر الملوك في مجالي الحرب والإدارة. يبقى تحتمس الثالث يعتبر من أعظم ملوك مصر الفرعونية، حيث له الكثير من الأعمال اللي بيعتز بها كل مصري على مر ومدى تاريخ البشرية كلها. ليه؟ لأنه يعتبر من أقدر الملوك في مجال الحرب وفي مجال الإدارة، وهنشوف إزاي الكلام ده. ما زلنا مع الملك تحتمس الثالث، وهناخد البداية في مجال الحرب، حيث يعتبر الملك تحتمس الثالث أول من قسم الجيش إلى قلب وجناحين، أول من اخترع حرب المفاجأة أو حرب المداهمة أو الحرب الاستباقية، إنه يباغت العدو مش ينتظره إلى أن يأتي، لكن يعمل مفاجأة للعدو، فدي بيكون لها أثر كبير في تحقيق النصر. أول من أنشأ أسطولا قويا، فرض من خلال هذا الأسطول سيطرته على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا. يبقى الملك تحتمس الثالث زي ما قلنا من أعظم ملوك مصر في مجال الحرب والإدارة، وبدأنا بمجال الحرب، بيعتبر أول من قسم الجيش إلى قلب وجناحين، جناح أيمن وجناح أيسر، أول من اخترع حرب المفاجأة أو حرب المداهمة أو الحرب الاستباقية، إنه يباغت العدو ولا ينتظره، وأول من أنشأ أسطولا قويا استطاع من خلال هذا الأسطول إنه يفرض سيطرته على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا اللي هي لبنان حاليا. ما زلنا أيضا مع الملك تحتمس الثالث، وهو من أشهر ملوك الدولة الحديثة، ويعتبر من أقدر ملوك مصر في مجال الحرب والإدارة، وبنتكلم عن مجال الحرب، ويعتبر أول من وطد نفوذ مصر في كل من فلسطين وسوريا بعد 16 حملة عسكرية كان الهدف منها حماية وتأمين حدود الإمبراطورية المصرية. وثبت أيضا حكم مصر في بلاد النوبة، وانتصر على أمير قادش في معركة مجدو، وأقام أقدم إمبراطورية في التاريخ. يبقى الملك تحتمس الثالث من أهم أعماله في مجال الحرب أيضا أنه وطد نفوذ مصر في فلسطين وسوريا بعد 16 حملة عسكرية كان الهدف منها حماية وتأمين حدود الإمبراطورية المصرية. من أهم أعماله في مجال الحرب أيضا أنه ثبت حكم مصر في بلاد النوبة، وأيضا أنه انتصر على أمير قادش في معركة مجدو، وهو يعتبر أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ. معلومة إثرائية، كان للجيش في عهد الملك تحتمس الثالث دور حضاري، حيث كان يقوم بتسجيل غرائب الموجودات في البلاد، أي حاجة في البلاد اللي فتحها أو غزاها كان بيقوم بتسجيلها، أي حاجة غريبة سواء كانت طيور أو حيوانات أو أشجار أو نباتات ما كانتش معروفة في مصر كان بيسجلها، والكلام ده سجل على جدران معبد الكرنك. مجدو دي مدينة تجارية لها حصن بتقع شمال في فلسطين، وده خلاها لها أهمية استراتيجية. ما زلنا أيضا مع الملك تحتمس الثالث، وتعرفنا على أعماله في مجال الحرب، وهنشوف أهم أعماله في مجال الإدارة. تحتمس الثالث قام بمجموعة من الأعمال بيوضحها لنا الشكل التالي، اللي هي أعمال تحتمس الثالث في مجال الإدارة.
انه قام باحضار ابناء الاقاليم الاسيويه عشان يعلمهم في مصر حتى يشبوا يعني يكبروا على الولاء والانتماء لمصر. جاب ابناء الاقاليم الاسيويه اللي فتحها عشان يعلمهم في مصر حتى يشبوا على الولاء والانتماء لمصر. رقم اثنين، قام بتوطيد علاقاته بملوك وحكام البلاد المجاورة، قوى علاقاته ونفوذه مع ملوك وحكام البلاد المجاورة وكسب الأمراء الأسيويين، وده ساعد على تماسك إمبراطوريته ونشر الثقافة المصرية في بلاده. يبقى أهم أعمال تحتمس الثالث في مجال الإدارة أنه أحضر أبناء الأقاليم الأسيوية. ليه؟ لماذا؟ عشان يعلمهم في مصر، ولذا وبعد أن يتعلموا في مصر يشبوا ويكبروا على الولاء والانتماء لمصر. رقم اثنين، قوى أو وطد علاقاته مع ملوك وحكام البلاد المجاورة. رقم ثلاثة، عمل على كسب الأمراء الأسيويين أو كسب ودهم، وده ساعد على تماسك إمبراطوريته وساعد أيضا على نشر الثقافة المصرية في البلاد المفتوحة. ما زلنا مع أشهر ملوك الدولة الحديثة، ورقم أربعة الملك أمنحوتب الرابع. ده تولى عرش مصر بعد وفاة والده الملك أمنحوتب الثالث، وكان لا يزال صغيراً يعني، كان عمره 16 سنة. تزوج من الملكة نفرتيتي اللي هي في الصورة دي، واختلفت اهتماماته عن بقية ملوك مصر. يبقى الملك أمنحوتب الرابع تولى حكم مصر بعد وفاة أبوه أمنحوتب الثالث، وكان عمره صغير لم يتجاوز 16 من عمره. تزوج من الملكة نفرتيتي واختلفت اهتماماته عن بقية ملوك مصر اللي سبقوه، يعني كان له اهتمامات مختلفة عن اهتمامات ملوك مصر اللي كانوا قبل منه. هنشوف اهتماماته كانت ايه؟ ايه هي اهتمامات أمنحوتب الرابع؟ كان بيهتم بأمور الدين والعبادة، فهو أول من قام بثورة دينية نادى فيها بعبادة إله واحد أسماه آتون أو قرص الشمس، لأنه كان بيعتقد أنه رمز لإله جديد بتخرج منه أشعة تنتهي بأيدي آدمية توزع الخير على الناس في الأرض، لذلك غير اسمه إلى أخناتون وبنى عاصمة جديدة هي أخيتاتون. لكن بسرعة صار عليه كانت الإله آمون والآلهة الأخرى، ولم يقدر لهذه الديانة إنها تستمر فترة طويلة، حيث انتهت بوفاة صاحبها عشان هي كانت مرتبطة بوجوده. يبقى إيه هي اهتمامات أمنحوتب الرابع؟ إنه كان بيهتم بأمور الدين والعبادة، لذلك يعتبر أول من قام بثورة دينية نادى في هذه الثورة بعبادة إله واحد أسماه آتون، يعني قرص الشمس. كان بيعتقد أنه رمز لإله جديد بتخرج منه أشعة تنتهي بأيدي آدمية توزع الخير على الناس في الأرض، عشان كده أخناتون غير اسمه، أو أمنحوتب الرابع غير اسمه من أمنحوتب الرابع إلى أخناتون، وبنى عاصمة جديدة نقل إليها ملكه سماها أخيتا، لكن سرعان ما صار عليه كهنة الإله آمون وكهنة الآلهة الأخرى، ولم يقدر لهذه الديانة إنها تستمر، حيث انتهت بوفاة صاحبها اللي هو أخناتون. ليه؟ لأنها كانت مرتبطة بوجوده. من أشهر ملوك الدولة الحديثة أيضا الملك توت عنخ آمون، وده جاء بعد أخناتون في حكم البلاد، وأعاد إلى عبادة الإله آمون مكانتها، وأعاد عاصمة البلاد إلى طيبة مرة أخرى. يبقى مين اللي جاء بعد أخناتون في حكم البلاد؟ توت عنخ آمون، ورجع لعبادة الإله آمون مكانتها، ورجع العاصمة من أخيتاتون إلى طيبة مرة أخرى. بيعتبر توت عنخ آمون من أشهر ملوك الدولة الحديثة. ليه؟ أو بما تفسر يعتبر توت عنخ آمون أشهر ملوك الدولة الحديثة؟
شهرته بترجع إلى مقبرته اللي تم اكتشافها عام 1922، يعني الشهرة بتاعته لا ترجع إلى انتصاراته العسكرية أو إلى التشييد والبناء أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن تعود شهرته إلى مقبرته اللي تم اكتشافها سنة 1922، واللي بتدل محتوياتها على عظمة الفن المصري القديم اللي أبهر العالم، لأنها كانت تم اكتشافها بكامل محتوياتها حيث لم يصل إليها عبث اللصوص. يبقى إيه سبب شهرة توت عنخ آمون؟ بسبب مقبرته اللي اكتشفت عام 1922. من أشهر ملوك الدولة الحديثة أيضا الملك رمسيس الثاني، وده أشهر ملوك الأسرة التاسعة عشر، عمل على إعادة النفوذ المصري على بلاد الشام، واللي قل بعد ثورة أخناتون الدينية. بعد ثورة أخناتون الدينية تراجع النفوذ المصري على بلاد الشام. مين اللي عمل على إعادة النفوذ المصري مرة أخرى؟ الملك رمسيس الثاني. عمل إيه؟ خاض معارك ضد الحيثيين استمرت 15 عاما، أشهرها معركة قادش واللي انتهت بانتصاره عليهم، واضطر ملك الحيثيين انه يعقد معاهدة سلام مع الملك رمسيس الثاني. هذه المعاهدة نصت على وقف الحرب بين الطرفين وإعادة العلاقات الودية بين البلدين ومساعدة كل طرف للآخر في حالة تعرضه للهجوم من دولة أخرى. يبقى الملك رمسيس الثاني من أشهر ملوك الأسرة الـ19، هو اللي عمل على إعادة النفوذ المصري على بلاد الشام بعد ما تراجع أثناء ثورة إخناتون الدينية، حيث خاض معارك ضد الحيثيين استمرت 15 عاما. من أشهر هذه المعارك معركة قادش، والمعركة دي ترتب عليها أو النتائج اللي ترتبت على معركة قادش انتصار الملك رمسيس الثاني على الحيثيين، واضطر ملكهم أو ملك الحيثيين إلى عقد معاهدة سلام مع رمسيس الثاني. بنود هذه المعاهدة بتعتبر أول معاهدة سلام في التاريخ، نصت على 1 وقف الحرب بين الطرفين، 2 إعادة العلاقات الودية بين البلدين، 3 مساعدة كل طرف للآخر لو تعرض لهجوم من دولة أخرى، يعني يحدث تحالف بين البلدين. ما زلنا مع الملك رمسيس الثاني. طيب عمل ايه بعد عقد هذه المعاهدة او عن معاهدة السلام؟ تفرغ للقيام ببعض الاعمال الداخلية العمرانية، مثل تشييد 6 معابد اشهرها معبدي ابو سنبل واللي انقذتها منظمة اليونسكو من مياه السد العالي. اتم بهو الاعمدة بمعبد الكرنك. بهو الاعمدة ده عبارة عن صالة في موجودة في معبد الكرنك، كل ملك كان بيأتي كان بيشيد عدد من الأعمدة تقربا إلى الآلهة. فمن اللي أتم به الأعمدة؟ الملك رمسيس الثاني، وأقام عدد من المسلات، ما زالت إحداها بالأقصر والأخرى في باريس عاصمة فرنسا. يبقى الملك رمسيس الثاني عمل إيه بعد ما تفرغ أو بعد ما عقد معاهدة السلام؟ تفرغ للقيام ببعض الأعمال العمرانية الداخلية، مثل تشييد 6 معابد أشهرها معبدي أبو سنبل واللي أنقذتها منظمة اليونسكو من مياه السد العالي. رقم 2 أتم به الأعمدة أو صالة الأعمدة الموجودة بمعبد الكرنك، وأقام عدد من المسلات، ما زالت إحداها بالأقصر والأخرى في باريس عاصمة فرنسا. والصورة دي للمسلة الموجودة المصرية بتاعة رمسيس الثاني الموجودة في باريس. المعاهدة اللي تمت بين رمسيس الثاني والحيثيين زي ما قلنا هي أول معاهدة سلام في التاريخ، وكانت هذه المعاهدة من منطلق قوته العسكرية، يعني كان منتصر لذلك وافق على المعاهدة. الملك رمسيس الثالث هو المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين، الأسرة الفرعونية العشرين، وآخر الفراعنة العظام. لماذا؟ بما تفسر يعتبر رمسيس الثالث هو المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين وآخر الفراعنة
العظام، لأنه أزال عن مصر خضر لا يقل خطورة عن خضر الهكسوس. إيه هو الخضر ده؟ نجح رمسيس الثالث في هزيمة شعوب البحر المتوسط اللي هاجمت مصر بريا عند رفح وبحريا عند مصب نهر النيل الغربي. يبقى ليه رمسيس الثالث يعتبر المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين وآخر الفراعنة العظام؟ لأنه أزال عن مصر خضرا لا يقل عن خضر الهكسوس، حيث نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط التي هاجمت مصر بريا عند رفح وبحريا عند مصب نهر النيل الغربي. كمان تصدى للليبيين اللي هاجموا حدود مصر الغربية وهزمهم عند منطقة وادي النطرون. يبقى السببين دول هم اللي خلوا رمسيس الثالث هو المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين وآخر الفراعنة العظام، أزال نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط وتصدى للليبيين اللي هاجموا حدود مصر الغربية وهزمهم عند وادي النطرون. نشاط على السريع كده بيقول لك انسب الأعمال التالية إلى أصحابها. عندنا الملك رمسيس الثاني، تحتمس الثالث، أمنحتب الرابع، أبسمتك الأول. طرد الأشوريين مين؟ أبسمتك الأول. صاحب أقدم معاهدة سلام رمسيس الثاني. من اللي أتم به الأعمدة؟ رمسيس الثاني أيضا. أسس الأسرة 26 أبسمتك الأول. هزم أمير قادش تحتمس الثالث. سمى نفسه أخناتون أمنحتب الرابع. قسم الجيش إلى قلب وجناحين طبعا تحتمس الثالث. صاحب أول ثورة دينية هو أمنحتب الرابع. وشيد معبدي أبو سنبل رمسيس الثاني. نرجع للدرس، ووصلنا إلى العصر المتأخر، الأسرات من 21 إلى 30. جه بعد رمسيس الثالث ملوك دعار، وزاد نفوذ الكهنة إلى أن اغتصب أحدهم العرش، استولى على العرش، استولى على الحكم في مصر يعني، وانتهى عصر الدولة الحديثة وبدأ العصر المتأخر. يبقى إزاي وصلنا للعصر المتأخر؟ إنه جه بعد رمسيس الثالث ملوك دعار، وازداد نفوذ الكهنة، واستولى أحدهم على العرش، لينتهي بذلك عصر الدولة الحديثة ويبدأ العصر المتأخر. العصر المتأخر يقصد به الفترة اللي أعقبت أو اللي جات بعد سقوط الدولة الحديثة، لأنه سادت البلاد حالة من الضعف عرضتها للأطماع الخارجية وخضوعها للنفوذ الأجنبي، حتى جاء أمير سايس فخلصها من ذلك. مدينة سايس دي بتقع غرب الدلتا، وكانت عاصمة لمصر في عصر الأسرتين 26 و27. يبقى سايس موقعها فين؟ غرب الدلتا، وكانت عاصمة مصر في عصر الأسرتين 26 و27. من هو أمير سايس اللي خلصها من كل هذه الفوضى وأعاد لها الاستقرار؟ هو الملك أبسمتك الأول اللي شايفينه في الصورة ده، الملك أبسمتك الأول اللي استرد لمصر حريتها واستقلالها وقوتها الاقتصادية. إزاي عمل الحاجات دي؟ بعد ما أسس الأسرة 26 عمل على تكوين جيش قوي. هذا الجيش نجح في طرد الأشوريين من مصر وضم إقليم منف، وعمل على تنمية التجارة الخارجية مع الدول الفينيقية. بعد كده توفي الملك أبسمتك الأول، فجه بعد منه الملك نخاو اللي أكمل مسيرة التقدم في البلاد، وقام بعدة أشياء منها إعادة حفر قناة سيزوستريس، وأرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول إفريقيا استغرقت 3 سنوات. وعصر النهضة لم يستمر طويلا، حيث غزا الفرس مصر عام 525 قبل الميلاد، وقضوا على الأسرة 26 واستمروا يحكمون البلاد حتى الأسرة 30. ومن بعدهم جاء الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص
سنة 641 ميلادية، فخلصها من يد هؤلاء الغزاة. يبقى بعد وفاة الملك أباسماتك الأول خلفه أو جه بعد منه الملك نخاو اللي أكمل مسيرة التقدم في البلاد، وقام رقم واحد بإعادة حفر قناة سيزوستريس اللي حفرها سنوسرت الثالث. أعاد حفرها مين؟ الملك نخاو اللي هي بتربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. رقم اثنين، أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول إفريقيا استغرقت 3 سنوات. هي دي البعثة وده خط سيرها من هنا في البحر الأحمر ثم إلى المحيط الهندي، واستكملت الدوران حول إفريقيا. البعثة دي استغرقت 3 سنوات. لكن عصر النهضة اللي بدأه أباسماتك وأكمله نخاو لم يستمر طويلا. إيه اللي حدث؟ إيه اللي حصل؟ حدث إنه غزا الفرس مصر عام 525 قبل الميلاد، واستطاعوا أنهم يقضوا على الأسرة 26، واستمروا في حكم البلاد من الأسرة 26 حتى الأسرة 30. من بعد الفرس جه اليونانيون، بعد اليونانيون جاء البطالمة، ثم جاء الرومان، حتى جاء الفتح الإسلامي لمصر على يد القائد عمرو بن العاص سنة 641 ميلادية، واستطاع أنه يخلصها من يد هؤلاء الغزاة. دي أشهر المفاهيم الواردة في الوحدة بالكامل. عصر بناة الأهرامات بيطلق على الدولة القديمة نسبة إلى ما شيده ملوكها من أهرامات ضخمة. عصر اضمحلال هو حالة الضعف التي تسود بعض الدول في فترات تاريخية معينة نتيجة لضعف الملوك. عصر الاضمحلال هو حالة الضعف التي تسود بعض الدول في فترات معينة نتيجة ضعف الملوك. غزو معناه السير إلى قتال الآخرين وسلب ديارهم وأراضيهم. بعثة تجارية هي مجموعة ترسل من أجل القيام بعمل معين، هذا العمل يساعد على توطيد العلاقات التجارية بين الدول. كلمة معاهدة، اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم العلاقات بينهم. يونسكو هي هيئة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، يعني منظمة اليونسكو هي هيئة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة مسؤولة عن التربية والثقافة والعلوم. مصطلح إمبراطورية أو كلمة إمبراطورية المقصود بها دولة كبيرة مترامية الأطراف تسيطر على أراضي وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية والاقتصادية. كلمة حضارة معناها كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان مادياً أو أدبياً. كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء مادياً أو أدبياً يطلق عليه حضارة. اختبار على هذا الدرس، السؤال الأول، أسس الملك نوط الأسرة 26، نخاو، أحمس، أباسماتك الأول ولا رمسيس الثاني؟ مين اللي أسس الأسرة 26؟ طبعا قلنا عليه الملك أباسماتك الأول. نجح الملك أباسماتك الأول في طرد نوط من مصر، الفينيقيين، الهكسوس، الليبيين، الأشوريين. نجح الملك أباسماتك الأول في طرد الفينيقيين ولا الهكسوس ولا الليبيين ولا الأشوريين؟ طبعا نجح الملك أباسماتك الأول في طرد الأشوريين من مصر. أعاد الملك نوط حفر قناة سيزوستريس، أعاد مش حفر، أعاد الملك نوط حفر قناة سيزوستريس سنوسرت الثالث، تحتمس الثالث، أحمس ولا نخاو؟ مين اللي أعاد حفر قناة سيزوستريس؟ طبعا اللي أعاد حفرها هو الملك نخاو. اللي أعاد حفرها هو الملك نخاو، واللي حفرها هو الملك سنوسرت الثالث.
أرسل الملك نخاو بعثة من نقط للدوران حول إفريقيا. أرسل الملك نخاو بعثة من نقط للدوران حول إفريقيا. الليبيين، الفينيقيين، الأشوريين، ولا الحيثيين؟ طبعا الملك نخاو قلنا أنه أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول إفريقيا. غزا نقط مصر عام 525 قبل الميلاد. اليونانيون، الحيثيين، الفرس، ولا الأشوريين؟ من اللي غزا مصر عام 525 قبل الميلاد؟ طبعا قلنا عليهم الفرس. غزا الفرس مصر عام 525 قبل الميلاد. اكتشفت مقبرة الملك نقط عام 1922. نخاو، رمسيس الثاني، إخناتون، ولا توت عنخ آمون؟ اكتشفت مقبرة الملك نقط عام 1922. طبعا قلنا عليها سبب شهرته اللي هو توت عنخ آمون. يبقى اكتشفت مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922. أقام نقط أقدم إمبراطورية في التاريخ. من اللي أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ؟ تحتمس الثالث، رمسيس الثاني، أمنحتب الرابع، ولا رمسيس الثالث؟ أقام نقط أقدم إمبراطورية في التاريخ طبعا تحتمس الثالث. يبقى أقام تحتمس الثالث أقدم إمبراطورية في التاريخ. أعاد نقط النفوذ المصري إلى بلاد الشام الذي قل بعد ثورة إخناتون الدينية. أبسمتك الأول، رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، تحتمس الثالث. مين اللي أعاد النفوذ المصري إلى بلاد الشام والذي قل بعد ثورة إخناتون الدينية؟ هو الملك رمسيس الثاني. يبقى عاد رمسيس الثاني النفوذ المصري إلى بلاد الشام والذي قل بعد ثورة إخناتون الدينية. فتح القائد نقط مصر وخلصها من حكم الرومان عام 641 ميلادية. من القائد اللي فتح مصر وخلصها من حكم الرومان عام 641 ميلادية؟ هل هو خالد بن الوليد، ولا قتيبة بن مسلم، ولا عمرو بن العاص، ولا أبو عبيدة بن الجراح؟ فتح القائد نقط مصر وخلصها من حكم الرومان عام 641. طبعا قلنا عليه القائد عمرو بن العاص. فتح القائد عمرو بن العاص مصر وخلصها من حكم الرومان عام 641 ميلادية. أقامت نقط مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك. نيفرتيتي، ولا نيفرتاري، ولا كليوباترا، ولا حتشبسوت؟ من اللي أقامت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك؟ نيفرتيتي، ولا نيفرتاري، ولا كليوباترا، ولا حتشبسوت؟ طبعا قلنا عليها حتشبسوت. يبقى أقامت حتشبسوت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك. استطاع تحتمس الثالث السيطرة على ساحل فينيقيا من خلال نقط. تحتمس الثالث استطاع أن يسيطر على ساحل فينيقيا من خلال إيه؟ من خلال البحرية المصرية، ولا من خلال الحروب البرية، ولا من خلال معاهدة سلام، ولا من خلال تفرقة الحكام؟ استطاع تحتمس الثالث السيطرة على ساحل فينيقيا من خلال البحرية المصرية. قلنا أنه أنشأ أسطولا قويا، استطاع من خلاله أنه يسيطر على ساحل فينيقيا. امتدت الإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة جنوبا حتى وصلت إلى نقط. بلاد الشام، بلاد بونت، بلاد النوبة، ولا بلاد ما بين النهرين؟ جنوبا امتدت الإمبراطورية المصرية حتى وصلت إلى فين؟ بلاد الشام، بلاد بونت، بلاد النوبة، بلاد ما بين النهرين؟ طبعا بلاد بونت. امتدت الإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة جنوبا حتى وصلت إلى بلاد بونت. ده الاختبار، هتفتح كاميرا التطبيق بتاع الكيو آر كود على المربع ده،
هستنى معاكم ثواني كده تاخدوا اختبار الكتروني على الدرس، اتمنى تشاركوا في الاختبار، وهشوف اسماءكم، تكتبوا اسماءكم وانا هشوف اسماءكم اثناء بعد ما تحلوا الاختبار. كده درس اليوم انتهى، اطيب امنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.